اروح لكابتن ناصر. كابتن يعني السنه دي كان في دعم جديد من مجلس الاداره، كان في تخطيط جديد، يعني كلمني على الصفقات الجديده اللي حصلت في الاسكواش، وكلمني كمان عن الدعم اللي تلقيته من النادي الاهلي. طبعا انا اشكرك على الاستضافه ديت، وده يعني قناه الاهلي طبعا متابعه لينا وعامل اساسي لينا في تشجيعنا للي احنا وصلنا ليه. طبعا الحمد لله. ده مكانك يا كابتن. انا لو بتكلم على الاسكواش يعني الحمد لله الاسكواش يمكن احنا انا بقالي سنه موجود من شهر 7 اللي فات، انا قعدت شهر احنا اول 8 يعني بقالنا سنه بالظبط. الحمد لله كانت سنه مليئه بالانجازات واللعيبه طبعا عملوا مجهود فظيع جدا. طبعا يمكن السنه اللي فاتت ما كانش في اي تعاقدات عملناها على اساس نبدا بلعيبه النادي، كان في بعض اللعيبه انضموا لينا طبعا لزياده مستوى اللاعبين. الحمد لله حققنا السنه اللي فاتت 89 كاس وطلعنا المركز الثالث في الدرع العام في الاسكواش بعد ما كنا سابع وثامن، فده كانت اضافه لينا. دي ادت انطباع جيد جدا لرئيس واعضاء مجلس الاداره ان الاسكواش بدا يحط اولى خطواته الحمد لله على عرش الاسكواش من اول جديد. انت عارف الاسكواش في النادي الاهلي كان متسيد وكان ابطال العالم كلهم كانوا موجودين منه، فطبعا كان في كام سنه كده كان فيها حصل فيها دروب في الاسكواش. طبعا دي مش نتيجه ان اخفاق او تقصير من اعضاء مجلس الاداره ورئيس، لا كان ما فيش ملاعب عندنا وكنا بنتمرن بره وكانت العمليه مفككه شويه، فبدانا في الارتباط بعد ما بقى عندنا الدعم. اول خطوات الدعم ان الملاعب انتهت الاسكواش، احدث ملاعب اسكواش عندنا في النادي دلوقتي مجمع الاسكواش دوت، والكل يعني بيشيد بيه طبعا. وانا بشكر المجلس الاداره ان هو يعني خلص المجمع دوت اثناء تواجده طبعا يعني الحمد لله. فكان دي الطفره اللي بدات ان احنا السنه دي ان شاء الله ندعم فرق النادي بلعيبه مميزه جدا يعني. وحقيقي كان في استجابه من بعض اللاعبين من الانديه الاخرى طبعا. كنا قبل كده لما بنيجي نتفاوض مع حد يبقى يعني صعب زي ما تقول صعب يعني نجيب لعيب لان ما عندناش ملاعب ما عندناش يعني ترتيب عالي، بس دلوقتي بقى الموضوع اسهل بالنسبه لك يعني. يمكن السنه دي جالنا حوالي 26 لاعب عايزين ينضموا لمنظومه النادي الاهلي ما شاء الله. الحمد لله يمكن النادي الوحيد اللي هو ما فيش ولا لعيب فكر ان هو يطلع بره النادي الاهلي على مستوى الانديه كلها. صحيح. فده بيعتبر لنا انجاز كبير جدا ان جالنا طبعا على راس القائمه دي طبعا قبل مصطفى طبعا لازم نجيبها بالترتيب الكريم عبد الجواد بطل العالم، ودي يعني كانت في منافسه بيننا وبين بعض الانديه على ان هو نادي سموحه. كابتن كان نادي سموحه بالظبط كده، العرض كان افضل من عرضنا وكان لكن ارتباطه معانا بالكلمه وحسوا ان النادي الاهلي دوت نادي عظيم ونادي كبير وهيضيف له زي ما هيضيف لينا طبعا، فكان الموافقه ان هو يلعب للنادي الاهلي باقل مما كان هياخده بره طبعا. صحيح. وكمان برضو يا كابتن يعني في موضوع انا حابب افتحه في البدايه برضو، ان احنا بنقول يا جماعه يعني دايما النادي الاهلي هو اكتر نادي بيلتزم باللوائح وبيلتزم لاي قرارات بياخدها اتحاد اليد. برضو في اتحاد الاسكواش طبعا، اتحاد الاسكواش طبعا كابتن عاصم خليفه رئيس الاتحاد برضو يعني جه على النادي الاهلي، دايما بنقول النادي الاهلي عايز مسطره يمشي عليها وهيكون اول الملتزمين باللوائح. الحقيقه حصل مشكله ما بين اثنين لعيبه، كان مصطفى السرياتي اللي هو السرياتي لاعب نادي الصيد، ومشكله ما بين زياد صقر لاعب النادي الاهلي. الحقيقه كانت مشكله جوه الملعب، اتوقع عقوبه على مصطفى لاعب نادي الصيد مباريتين وخصم 50 نقطه على الرانك بتاع زياد. فوجئنا طبعا بقرار منذ ايام قليله ان اتحاد السكواش رفع العقوبه على لعيب نادي الصيد وترك العقوبه على لاعب النادي الاهلي. الحقيقه يعني طبعا احنا يعني الانتخابات قربت، بس يعني يا ريت يعني يبقى برضه في حد ادنى من الالتزام. انا قلت قرار لو هرفع العقوبه ارفعها من على الاثنين، يعني كابتن ناصر قبل الهوا بيقول لي انا مش عايز العقوبه تترفع على الاثنين، انا عايز العقوبه تفضل على الاثنين زي ما هم قالوا. ما احناش بنقول مثلا نشيل العقوبه من علينا او غيرنا، لا، ولكن ان العقوبه تترفع من على لاعب عشان يعني لا ايا كان الانتخابات قربت او ما قربتش لازم نكون العدل والقرارات، والنادي الاهلي دايما بيقول انا احط مسطره واحده وانا همشي عليها، ولا رايك يا كابتن؟ هو طبعا رايي قبل ما اقول هو اللاعب مصطفى ده لاعب مميز جدا وبطل وليه مستقبل عظيم جدا زي زياد بالظبط، الاثنين لا يختلف ان هم مستواهم عالي جدا طبعا يعني، لكن طالما حصل عقوبه لابد ان نحترمها. صحيح. ده المقصود منها، مش مقصود ان احنا نهاجم لاعب او نقول احنا ضد اللاعب خالص، لا احنا بنقول مسطره واحده. احنا لما بنيجي نتكلم ده في لاعب طرف من النادي الاهلي في الموضوع يعني، فاحنا بنقول احنا نتمنى ان لما يبقى في عقوبه دي مش الحكايه، دي درس لاي لاعب فيما بعد ان هو لو حصل حاجه انت هتتوقف ومش هتلعب اول بطولتين. فقطعا يعني انت ما تاخد قرار من شهر 4 والقرار ماشي كل يوم محطوط على السايت بتاع لجنه المسابقات اللاعب موقوف موقوف مره واحده، روح اللقب متشال،
الناس كلها فوق، انا ما كنتش اعرف حتى كمان يعني، انا عارف ان هو موقوف الراجل ده يعني مش ممكن ابدا يتشال. لا طبعا يعني هو يعني انا القرار اللي جاني بقول لك ايقاف مع وقف التنفيذ. ازاي يعني؟ هو القرار كده مكتوب كده فعلا والله، والله مكتوب كده ايقاف مع وقف، ما معنى كلمه وقف التنفيذ؟ اي حاجه تحصل منه مره اخرى يطبق التنفيذ. طب ازاي كمان يعني برضه حاجه حاجات غريبه بتحصل يعني. وبرضه يقول لك النادي الاهلي بيميز ونادي الاهلي مميز، لا النادي الاهلي مميز خالص. احنا عايزين تبقى العدل اساس الملك، احنا عايزين العدل للناس كلها مش اكتر من كده، وطبق على الجميع بما فيهم النادي الاهلي.